كابتن صالح لو موجود معرفش. انا اصلا انا سمعت كذا قصه في موضوع كابتن حسام. انا تصورت الاول ان كابتن حسام مشي، خد بعضه ومشي. كابتن هادي خشبه طلع وكان المنسق هو المسؤول عن قطاع الكوره، طلع قال لا ده قال لنا من مده ما كانش ماضي عقد، وكان خايف ان يجي اخر السنه يفشل ما يجددلوش، فعمل تصرف. انا ما كنتش مع التصرف ده، لكن ما هوش هروب بمعنى هروب. يعني هل هي غلطه يغفرها صالح سليم ولا ما يغفرهاش؟ ما اعرفش. لكن هل هو صالح سليم لو موجود، صالح سليم ما غفرش اخطاء اقل من كتير يعني، لو صالح سليم موجود كان هيسيب الكابتن حسام من غير عقد؟ طب كان كابتن حسام اصلا عمل كده؟ ما اقدرش اجاوبك على اسئله افتراضيه، لكن انا لما بقول لك كتالوج صالح سليم بقول لك على اللي عمله مش اللي اتصور انه كان يعمله. رايك ايه في اداء حسام بدري دلوقتي؟ مش بس الفني، لا كمان الاداري في التعامل مع اللعيبه، في التعامل مع الاعلام. حسام البدري عنده مشكله، وانا مره لما رجع تاني مره قلت له عايز اقول لك على الهوا، هقول لك على روشيتا لو عملتها هتبقى انجح مدير فني في مصر. وسكت لحظه كده قلت له ابتسم. البادي لانجوج بتاعه عنيف جدا. صحيح. وبيعمل بارير، بيعمل حاجز بينه وبين المتلقي. فتجد الشباب رغم انهم حقق نجاح مبهر، والاهلي شكله كويس يعني، الاهلي هو بيقدم اضبط كوره، احيانا تبقى ممتعه واحيانا تبقى مظبوطه بس، لكن اضبط كوره معالم في شخصيه. ورغم كده الجمهور منقسم. كسب لك الدوري ماشي، اهو بيلعب فاينل كاس وراح في البطوله، بس في حاجز طول الوقت، انما في بارير البودي لانجوج، لدرجه ان لغه الجسد دي اتعاقب عليها. رغم ان الحكم نفسه محمود عاشور مش وراه شيكابالا يسقف له ويتهكم عليه ويقول له برافو، ما عاقبوش. فساعات يعني النظره تعمل كل حاجه، تعمل حاجه. هل هي دي طبيعته ولا هو بيحاول يبقى عنده شخصيه قويه يفرضها على الناس؟ لان احنا بنشوف مثلا تصرفات، تصرف غريب جدا انه ينتقد واحد من المراسلين، يعني واحد من المراسلين الزملاء بيسالوا بعض الماتش بتاع سموحه وانت مضيت العقد. ما هو انت دلوقتي انا طالع من ماتش بصراحه بقى محمد، لما هطلع من الماتش كل مره ناس سايبه الماتش وانا طالع بقى فرحان وعايز حد يسالني كام سؤال ايجابي كده، مش كله ضرب يعني، مش كله بيسالوا توقعت ولا ما وقعت. لا ما هو عارف انه وقع، انما هو اسئله بيبقى تقليديه، اذا شفت حسام اساله عليه. فهم يعني هو ضائق الصدر. ما انا بقول لك مشكله حسام، هو ممكن يقول له يا سيدي انا جاوبت قبل كده تمام، لكن هو بيقولها له باستنكار وبعنف، فبتبان انه الغلطه عنده مع ان الغلطه مش عنده. في الموقف ده كان يقدر يغلط، بيحمل نفسه غلطه مش بتاعته، بتحملها برد فعل مش مطلوب منك.